شكرا لزميل المبدع سلطان الشامس اللي عرفنا في هذه الجولة على آخر أسعار طبعا وأنواع الأسماك. مشاهدينا، لم يترك علم التكنولوجيا مجالا إلا ووصل إليه محدثا تطورات مذهلة في العالم، أحدها المجال الطبي وما يحتويه من أنظمة وأجهزة ومعدات وفرت الكثير من الوقت والجهد من تشخيص لبعض الحالات المرضية والتي باتت تتم بدقائق معدودة، ومن أبرزها الكشف المبكر عن مرض السرطان. رح نتعرف إن شاء الله اليوم في هذه الفقرة مشاهدينا على دور التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات في المجال الطبي وخصوصا في الكشف المبكر عن مرض السرطان من خلال ضيفتنا الدكتورة فاطمة طبعا محمد طاهر، أستاذ جامعي مشارك ومساعد العميد للبحوث وخدمة المجتمع في جامعة زايد. صباح الخير وحياك الله ويانا في صباح شارقة دكتورة. أهلين، هلا. أول شيء أحب أشكركم على استضافتكم حقي وعلى اهتمام تلفزيون الشارجة لمتابعة يعني كل ما هو جديد في التكنولوجيا. الله يسلمك يا رب، سعيدين نحن بوجودك معنا دكتورة. الله يسلمك يا رب. اليوم راح نتكلم عن التكنولوجيا وكيف ساهمت التكنولوجيا اليوم في مساعدة الطب. اليوم التكنولوجيا كيف كذلك ساعدت في الكشف المبكر عن أبرز الأمراض وخصوصا مرض السرطان. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أحب أبدأ أن أتكلم عن التكنولوجيا، يعني أنا دائما لما أدرس طلابي أقول لهم عرفوا التكنولوجيا، فأنت ما تقدر تعرف التكنولوجيا إلا في مجال، يعني في الفضاء، في الطب، في السمارت ديفايزز، هالأمور هي أصلا تعريفها يكمن في وين تستخدمها. جميل. فإذا استخدمتيها في الطب طبعا الحين ناوديز يعني حاليا، اسمحوا لي شوي بدخل كلمات بالإنجليزي، أن كل الدنيا معتمدة على التكنولوجيا، كل المجالات، ما في مجال ما في تكنولوجيا. صحيح. والحمد لله أهم شيء إذا نحن سخرنا تكنولوجيا في خدمة الإنسان، هذا أهم شيء. والصحة من المجالات الوايد مهمة والعلماء يعني شغالين عليها لاستحداث يعني كل ما هو جديد. جميل. نحن تقنيين، يعني انا كمبيوتر انجينيرنج، نستخدم هاي الانجينيرنج في مع الميديكال. طبعا نحن شغلنا مع الاطباء، مو بنحنا نستحدث الاشياء. نعم. هم يعطونا التوجهات ونحن ننفذها. طبعا انا اشتغل على تحليل الصور، انا ميديكال ايمج اناليسز. فأخذ الصور هاي MRI image CT scan، صور خلايا، أي صور. طبعا الحين كل هاي الصور موصولة بمجهر بديجيتال كاميرا. نعم. فننقلها للحاسوب ونسوينا الاناليسز. شو الاناليسز الحين، شو الجديد، ان العين المجردة، عين الطبيب ما تقدر تشوف الأشياء الدقيقة. فنحن عن طريق الخوارزميات والماشين ليرنينج والارتيفل انتليجنت اللي هو طالع الذكاء الاصطناعي، طبعا هو موجود والحمد لله. نحن نشكر حكومتنا وشيوخنا ان اهتموا في هالجانب ويعني دخلوه بقوة في كل الجامعات نقول والمعاهد، والحين يدرس. يعني الجيل القادم إن شاء الله بيكون عنده وعي كامل عن كيفية استخدام هاي الأمور. ونحن استوينا قريبين يعني مع الدول العالمية هاي اللي كانت من 100 سنة جامعاتها، الحمد لله جامعاتنا قفزة عالية بسبب التكنولوجيا وتبنيها لكل ما هو جديد. الحين نحن كيف نستخدم؟ طبعا الصور هاي الأمراي، صور الرنين المغناطيسي، لما ناخذهم من عند الدكتور بفضل الذكاء الاصطناعي نحن نقوم بمعالجته باستخدام الخوارزميات. علشان مثلا الدكتور يقولنا انا ابغى صوره الاريا اللي موجود فيها الكانسر، طبعا الصور تتحول لارقام نطبق عليها المعادلات الموجوده. نعلم النظام ان كيف هو اللي هو يسمونه البريدكشن والتريننج والليرنينج على الذكاء الاصطناعي، يعني هو بطريقة النظام يحفظ انه كيف التعلم الذاتي هي يتعلم، وبعدين اي شيء نعطيه يقدر يطلع لنا ريزلت بيس. طبعا على نتائج من الدكتور، مثلا الدكتور عندك صورة خلايا فيها الوان لون الاصفر درجات، بس عين الانسان ما تقدر تميز. نحن نعطيه نقول والله هاي ريجن غير عن الثانية، هني مثلا النواة كبيرة، نعطيه الكبر مالها، نعطيه الدقة من بسبب البرنامج.
نقول ان هاي مثلا فيها حواف حاده. نعم. خليه الطبيعيه ما فيها حواف حاده، هو بعينه ما يقدر ينظر ويميز. بسبب البرنامج نحن استطعنا ان نعطي مجموعه مواصفات تساعده في اتخاذ قرار تشخيص المرض. طبعا من الحين من ايضا نحن نشتغل على صور المخ، الاوعيه الدماغيه. وعندكم هني مجسم لأوعية دماغية الموجودة في مخ الإنسان. طبعا أصعب المناطق في جسم الإنسان هي المخ سبحان الله، لأن كل الأوعية متداخلة في بعض، والطبيب لما يقوم بهاي العمليات العين المجردة بعد حتى يوم يفتح الجمجمة ما يقدر ينظر، صعب. فهم في لما يأخذون الأمراي إيمجز كل شيء متداخل، وتشوفون صور سوداء وفيها الأوعية متداخلة مع بعض. فبفضل أيضا الماشين ليرنينج والارتيفيشال انتليجنس والخوارزميات اللي نحن نستخدمها، استطعنا أن نفصل الأوعية عن بعض ونعطي الدكتور أوعية كاملة حتى نقيس طولها عمقها، هل هي متوسعة. فنقول حق الدكتور أنه والله هالمريض في توسع. شو يعني توسع؟ يعني ها معرض لسكتة دماغية، معرض لارتفاع في ضغط الدم من أدفانس، يعني قبل ما المريض يعرف، قبل ما تطلع الأعراض. فيبدأ الدكتور في تشخيصه مبكر ويتجنب مثلا سكتة دماغية في طبعا بعد ما نحن نطلع الريزلت من الصور نقوم بتحويلها. مثلا هاي الصور اللي قدامكم أوعية دماغية ثلاثية الأبعاد. بعد الحمد لله الصراحة التطور في الـ 3D هذا بيحل مشاكل كثيرة في الطب. جميل. وبيساعد الأطباء خاصة تشخيص الأشياء المتعلقة بالدماغ، وهذا سوف تسهل عليهم العمليات. أن الدكتور قبل ما يدخل العملية يعرف أن هالمريض وين مكان الأوعية. صحيح. شو قبل ما يفتح، يعني عنده تصور كامل للمكان والدقة، يعني شو بيسوي، شو هي الأشياء. جميل. دكتور نتكلم أكثر عن الأوراق البحثية اللي تشاركين فيها، ويعني الخبر عن سرطان الرئة وهاي التقنية الجديدة اللي تستخدم في سرطان الرئة، لو تخبرينا أكثر عن هذا الموضوع. هي التقنية اللي نحن استغلنا عن طريق تحليل صور اللعاب للمرضى، وعن طريق أخذ صور السي تي سكان اللي هو الأشعة العالية الدقة هاي. فهني لما نأخذ الدكتور يطلب من المريض أن ديب كاف، يعني أن يخرج لعاب من الرئة. طبعا الأخصائي المختبر يأخذهم يصبغهم بصبغة معينة ويعطينا الصورة، يعني ديجيتال كونكتد بديجيتال كاميرا. بعدين نحن وظيفتنا الآن أن ندرس خواص هاي الصور، نشوف شو التغير بين النواة والسايتوبلازم، لأن جسم الإنسان عبارة عن خلايا والنواة تكون حجمها يعني أصغر من السايتوبلازم، لها لون معين، خصائص معينة الطبيب يعطينا إياها. طبعا نحن شغلنا مع الدكتور دائما، هو يعطينا المطلوب ونحن البريدكت فور هيم. فندرس الخواص، نجهز له مثلا ناخذ 1000 صورة ندخلها في اللي هو البرنامج يسمونه نيورال نتورك، نوع من أنواع الذكاء الاصطناعي الموجود، برنامج يقوم النظام بدراسة هاي الصور كلها، وبعدين يشخص كل مريض. مثلا يعطيه يقول له والله هالمريض عنده كانسر في المرحلة الأولى، مثلا المريض الثاني في المرحلة الثانية. طبعا الطبيب بعد ما ياخذ الرأي البدائي للسيستم يطلب من المريض فحوصات أكثر، مثلا الأشعة، تعرضه للأشعة يشوف وين مكان، مثلا هل في بقع في الرئة، هل يعني يتعمق أكثر. حلو جميل. طبعا النظام نسبة نجاحه عالية جدا 97%، بس نحن يهمونا المرضى اللي ان نحن ما نعالج مريض هو مريض ونقول له انت ما فيك شيء. هاي النسبة اللي هي يسمونها الفولس نيجاتيف، اللي هي النظام ممكن يعني ما يطلعها. فمثلا انا اقول حق مريض هو مريض سرطان، اقول له
ان انت يو ار كيورد بيرسون. فهني هاي نحن هاي اهتمامنا مساله الدقه. هي ان الدقه مهمه، عشان كذا الراي الطبيب وايد مهم طبعا. هو النظام ما بيغني عن الدكتور. صحيح. فهو كسكند ريدر حق الصور المعقده اللي تكون الخلايا متداخله مع بعض، الالوان الانسان يعني العين لو رويت 10 صور، صوره ال11 ما تقدر تميز الالوان. نحن نطلع لك كل الامكانيات، وطبعا فريق الاطباء هم اللي يقررون، بس نحن ساعدنا جدا في التشخيص. جميل، حلو، يعني هذه التقنيات تساعد الاطباء في الكشف عن الامراض وكذلك تشخيص الحاله المبكر. هو بالضبط. وهذا الشيء الايجابي اليوم في الذكاء الاصطناعي. صحيح. هو اهم شيء مرض السرطان، الله يعافينا منه. هو اهم شيء اذا اكتشف مبكر. صحيح. ما يعتبر مرض، يستأصل والانسان يعني يعيش يكمل حياته. هو المشاكل تبدا في الليت ستيجز، لما مراحل متاخره من المرض. هني لكن هو كل الجهود حاليا في العالم تصب على ان الاكتشاف المبكر. صحيح. ومعالجة حملات التوعيه دكتوره، يعني طبعا هذه تلعب دور كبير اليوم في الكشف المبكر عن مرض السرطان. بالنسبه للتقنيات هذه دكتوره، اليوم مراحل تطورها، طبعا تقنيات الكشف عن الامراض بدات، يعني اول تقنيه كانت هي الاشعه السينيه البحته، كان يبين اذا في كسر او مضاعف او التهاب او من هذه الاشياء. اليوم التطورات هذه او التقنيه هذه تطورت، يعني مستقبل التطور لوين راح يوصل دكتور؟ والله متفائلين الحمد لله، ان احنا شغالين كله بالنسبه للدوله، الدوله تواكب كل ما هو جديد. الحين استحدث البحث العلمي اصبح من يعني الاساسيات، ما في جامعه ما فيها بحث علمي. نعم. طبعا العلوم متى تتطور في الدوله؟ عند تطور البحث العلمي. صحيح. والبحث العلمي يتطور في الجامعات، هي اساس العلم. فلما نفتح برامج ماجستير ودكتوراه يعني معناه ان اشياء جديده سوف تحصل، يعني نعم. ابحاث جديده سوف تكتشف، معلومات جديدة. طبعا نحن أنا عندي فريق أشتغل معاه في لندن، فريق في أمريكا، في جامعة MIT، في جامعة كنتاكي، في لويفل في كنتاكي. عندي فريق من الساينتست بيبل يعني أشتغل معهم وأزورهم يعني بشكل دوري في الصيف، علشان نكمل يعني البرامج الموجودة. وفي إكستشينج يعني هم بعد يجون عندنا في الدولة. وطبعا كل حد زار جامعاتنا فخور، يعني قال على الرغم منها جامعات جديده يعني ما وصلت لل100 سنه مثلهم. صحيح. لكن اللي فيها اشياء يعني كانك يعني موجود يعني من 100 سنه، والخبرات الاجهزه نحن عندنا احسن الاجهزه. فالحمد لله هو وعي الدوله، الحكومه هي اللي يعني شجعت ابناء الوطن وخلتهم عطتهم كل ما يعني الدعم الكامل، أي شيء يخدم الدولة ويخدم الإنسانية موجود. جميل. احنا استمتعنا جدا في هذه الفقره دكتوره، انت بصراحه منبهره بهذا التطور اللي واصلين له في مجال البحث العلمي. نتمنى دائما هذه المجالات تكون فعاله اكثر، وايضا بوجودكم معنا وتعريفكم لنا نحن وايضا المشاهدين على هذه المجالات، احنا دائما نسعد ونفخر بوجودكم وهذا التطور اللي وصلتوا له. شكرا لك دكتوره فاطمه محمد طاهر، استاذ جامعي مشارك ومساعد العميد للبحوث وخدمه المجتمع في جامعه زايد في دبي. شكرا لك، يعطيك الصحة والعافية. الله يوفقك يا رب. إذا مشاهدينا بعد هذه الفقرة المبهرة، خلونا ننتقل سويا ونستكمل فقراتنا لليوم، وننتقل للشيف رامي الجبرائي اللي بعرفنا على بعض خصائص المطبخ الروسي.